الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا اشتقاق ما تسمى دالة الطلب المارشالية، أو مارشاليان أو مارشاليان ديماند فانكشن، ديريفيشن أوف ذا مارشاليان ديماند فانكشن، وهي من الدوال التي يتم اشتقاقها بواسطة دالة المنفعة. وعلى بركة الله نبدأ الآن. تعرف دالة الطلب المارشالية بأنها كمية السلعة التي تعظم منفعة، طبعا السلعة أو السلع هنا أرجوكم، السلعة أو السلع التي تعظم منفعة المستهلك خضوعا لقيد الدخل، أو ما يسمى budget constraint. يعني الآن we want to maximize the utility of the consumer subject to the constraint اللي هو budget constraint، تعظيم منفعة المستهلك خضوعا لقيد الدخل، بحيث يعتمد الطلب على دخل المستهلك، الدخل هو income of the consumer، دخل المستهلك وسعر السلعة اللي هي أو أسعار السلعة اللي هي price of the commodity أو price of the commodity. لنفترض بأن لدينا دالة المنفعة التالية. الآن هذه دالة منفعة utility تعتمد على السلعتين x y تساوي اللوغاريتم الطبيعي natural log of x زائد natural log of y. الآن حيث ترمز الآن هذه اللوغاريتم الطبيعي، هاي اللوغاريتم الطبيعي ل x، اللوغاريتم الطبيعي ل y، وترمز x للسلعة الأولى، الآن هذه السلعة الأولى، وترمز y للسلعة الثانية. والمطلوب هو تعظيم المنفعة. الآن نريد أن نعظم، نرغب بتعظيم هذه الدالة خضوعا لقيد الدخل. الآن هذا البجت كونستانت اللي هو m سالب x، أو هو يعني حتى نكون يعني دقيقين، m تساوي x في زائد y في p. فالآن بعد ما نطرح يعني، فالآن m سالب x بي سالب y بي، طبعا سعر x هنا وهذا سعر y، حيث ترمز m إلى دخل المستهلك و p إلى سعر السلعة، p of x اللي هو سعر x و p of y سعر y. نقوم الآن بترتيب دالة لاغرانج، لاغرانج فانكشن أو لاغرانجيان فانكشن كما يلي. الآن هذه l sub x y lambda، يعني تعتمد الآن هذه الدالة على المتغيرات x وy ولامدا. الآن لامدا سأشرحها بعد قليل، وتساوي الآن الدالة الأصلية اللي هي هذه utility function natural log of x زائد natural log of y زائد الآن لامدا. هذا لامدا بنسميه إحنا مضاعف لاغرانج أو لاغرانجيان مولتبلاير، مضروب في قيد الدخل بعد ما نصفره. كيف التصفير بصير يعني؟ الآن نقلت كل شيء، إذا كانت M تساوي حاصل ضرب السعر في الكمية زائد السعر في الكمية، إذا نقلتها على الطرف الأيسر تصبح كلياتها سوالب، وبالتالي كأننا ما ضربنا بصفر، لكن هذا الصفر له دور في دالة لاغرانج. إذا الآن لاغرانجيان فانكشن اللي بيعتمد على X و Y لامدا تساوي natural log of X زائد natural log of Y زائد لامدا في البجت كونسترينت. نتابع، آخر نتيجة كانت هاي Lagrangian function الذي يعتمد على x و y و lambda تساوي natural log of x زائد natural log of y زائد lambda في budget constraint m سالب x في px زائد ناقص سالب أو اللي هو سالب y في py. نقوم الآن باشتقاق الدالة لهذه الدالة، نشتقها ثلاث مرات بالنسبة لكل متغير x و y و lambda كما يأتي. هذه الآن مشتقة ال اللي هو Lagrangian function بالنسبة ل x، بصير عندي partial l partial x تساوي 1 على x اللي هي مشتقة اللوغاريتم الطبيعي، اوكي، اذا مشتقة هذه بالنسبة للوغاريتم الطبيعي يساوي 1 على x سالب. الان ما يعني العامل المشترك هنا x داخل القوس، وبالتالي تصبح 1 صحيح مضروبة في px مضروب في لامدا، اذا سالب لامدا في px يساوي 0. بنسويها بالصفر لانه هدفنا ان نعظم او نقلل، طبعا هنا optimization اللي هو الوصول الى الحالة المثلى. هاي المشتقة الجزئية الاولى بالنسبة لx، أما المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة ل y اللي هي partial l partial y تساوي 1 على y سالب لاندا في p of y اللي هو سعر y يساوي 0، كذلك أمر السبب نفسه اللي هو الوصول الحالة المثلى، هذه المعادلة الثانية. وأخيرا المعادلة الثالثة اللي هي اشتقاق هذه الدالة كلها نسبة إلى لاندا، فبتعطيني البجت كونسترينت، يعني هذا بروح واحد صحيح، يبقى عند البجت كونسترينت وهو الآن m سالب x في px سالب y في py يساوي 0. الآن لدي ثلاث معادلات بثلاثة مجاهير، المجهول الأول x، المجهول الثاني y، والمجهول الثالث lambda اللي بدي أتعرف عليه اللي هي margin cos عادة. نكمل على بركة الله. المعادلة الأولى الناتجة عن الاشتقاق هي هذه المعادلة الأولى، بتقول لي partial l partial x تساوي 1 على x سالب lambda
في برايس اوف اكس تساوي صفر، معنى ذلك انه واحد على اكس اذا نقلت الان هاي الكميه الى الطرف الايمن تصبح الان موجب، وبالتالي تساوي لامدا في برايس اوف اكس. هذا يعني انه لامدا لوحدها تساوي واحد على اكس في برايس اوف اكس. اذا الان لامدا تساوي واحد مقسم على الكميه اكس في سعر اكس. الان المعادله الثانيه الناتجه عن اشتقاق هذه هي بارشل ال بارشل واي تساوي واحد على واي سالب لامدا في برايس اوف واي يساوي صفر. الان بمعالجه بسيطه نجد بان الان واحد على واي تساوي لامدا في سعر واي، ما يعني بان لامدا تساوي واحد على واي مقسم، يعني مقسم هذا الواحد مقسم على واي لكميه واي مضروب في سعر واي. اي ان الان لاحظوا لي لامدا تساوي هذه الكميه ولامدا تساوي هذه الكميه، اذا هذه الكميه تساوي هذه الكميه فعلا. اذا بالحالة هاي واحد على y price of y تساوي واحد على x في x اللي هو x في price of x، معنى ذلك انه ضرب التبادلي تكون هاي x في x تساوي y في y. نكمل اخر نتيجة الان، هذه x في x تساوي y في y. نعرف احد المتغيرات x y او x بدلالة الاخر. هنا سنختار ان نعرف y بدلالة x، هنا نستطيع تعريف كمية أي سلعة بدلالة أخرى، فلنعرف Y بدلالة X كما يلي. الآن هذه لو أقسم على Price of Y الطرفين بطلع عندي فقط Y، إذن هنا Y تساوي X بي X نقسم على Price of Y. نقوم بتعويض هذه الكمية في Budget Constraint. إذن الآن Budget Constraint M اللي هو Income سالب X في مضروب في بي X سالب Y في بي Y يساوي صفر. بدل الآن Y بعوض هذه القيمة، كما نحصل على دالة الطالب المارشالية الآن هذه القيمة M سالب X في PX سالب الآن بدل Y وضعت هذه القيمة مضروبة في PY. إذن هذه القيمة اللي هي Y مضروبة في PY بنشطب هذه مع هذه، فبيكون عندي هذا يعني اللي هو M هذه سالب هذه سالب هذه، إذن تعطيني سالب 2 X PX، ما يعني الآن بأن X star اللي هي Optimum Quantity of X تساوي M الانكم مقسم على 2 في سعر X، وواي كذلك بنفس الطريقة بالطريقة نفسها Y star تساوي M على 2 بي واي. مثال لنفترض الآن بأن الانكم M يساوي 100، Price of X يساوي 5، Price of Y يساوي 10، وأن دالة المنفعة بقيت كما كانت عليه اللي هي Utility تعتمد على X و Y تساوي Lin of X اللي هو Natural Log of X زائد Natural Log of Y. ما يعني الآن بأن X star إذا طبقنا الآن بعد إذنكم أرجع الآن، إذا طبقنا هذه المعادلة هذه النتيجة X star تساوي الإنكم قسم على ضعف سعر X، وهنا كمية Y star يعني الكمية المثلى من Y تساوي الإنكم الدخل قسم على 2 مضروب في سعر X اللي هو ضعف سعر Y عفوا. وبالتالي الآن نعود هنا، فالتطبيق المباشر يعني أنه الكمية المثلى من X تساوي 10 والكمية المثلى من Y تساوي 5. هنا نستطيع أن نمثلها بيانيا كما يأتي، هاي كمية X على المحور الأفقي، كمية Y على المحور العمودي، هاي الآن اليوتيل اللي هو الindifference curve اللي هو منحنى السواء، وهذا budget constraint. الآن صار عندي تماس عند هذه النقطة، هذه النقطة بتقول لي الكمية المثلى من X هي والكمية المثلى من Y هنا، الكمية من X هي 10 والكمية من Y 10 5 عفوا. وهنا الآن هذا البجت كونستنت 100 تساوي فعلا 10 ضرب سعرها 10 في 5 يساوي 50 زائد الآن 5 في 10 سعرها يساوي 50. إذن 100 تساوي 50 زائد 50، ما يعني الآن أننا وصلنا إلى الأوبتيمم كوانتيتي اللي هي هذه المارشاليان ديماند الآن function. هنا الآن هذا الآن Marshallian demand function اللي هو هذه الكمية وهذه الكمية، والbudget constraint تحقق بالضبط على التمثيل التصوير البياني هذا، ما يعني الآن بأننا وصلنا إلى ما يسمى بالoptimum quantity عند هذه النقطة التماس. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم لكم الفائدة المرجوة لكم جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.